حسن، يمكن انا قبل ما نطلع على الهواء على طول قلت لك هو محطه الصب الجاف هو الموانئ الجافه، قلت لي لا. طيب فهمني بقى ايه محطه الصب الجاف؟ يعني تداول الحبوب والغلال كان عندنا تزايد زي ما اشار التقرير في كميه الحبوب والغلال اللي بيتم تداولها في الموانئ المصريه، فكان لابد من وجود محطة لتداول الغلال والحبوب تسمح بتخزين وتداول ما يقرب من 6 ل 7 مليون طن في العام. ودي طبعا زي ما أشرت حضراتكم هي المحطة الأولى اللي بتتم في الموانئ المصرية، وإن شاء الله لن تكون الأخيرة، لأن الدولة واخدة على عاتقها تطوير قطاع النقل البحري بما فيه من البنية الأساسية للموانئ البحرية المصرية. فده بيسمح حبوب وغلال بس يا دكتور حسن، حبوب وغلال فده بيسمح، وخصوصا ان احنا عندنا جزء من القمح بيتم استيراده من الخارج، فعملية تداول وتخزين الغلال داخل المحطة متعددة الأغراض أو محطة الصب الجاف النظيف تسمح بعد ذلك بعملية نقل هذه الغلال إلى الصوامع على مستوى الجمهورية لتخزينها واستغلالها على مدار العام. طبعا محطة صب الجاف بتوفر في الوقت كمان اللي بتستغرقه السفن، بدل ما كل المركب بتقف علشان تنتظر دورها علشان تدخل تفرغ الحمولة. احنا شفنا في التقرير ان المحطة بتسمح بوجود 4 مراكب في نفس الوقت، طول المركب الواحدة يصل الى 240 متر. فمعناها ان انا بقلل من الوقت، يعني نقدر نقول ان الطاقة الاستيعابية مثلا للمحطة من الحبوب هتكون قد ايه؟ ما احنا قلنا الاجمالي في العام من 6 ل 7 مليون طن من الغلال، 6 ل 7 مليون طن الطاقه الاستيعابيه على مدار العام. طبعا، ودي زي ما قلنا بتقلل بقى كمان الوقت اللي كانت بتخلي المراكب تنتظر دورها عشان تدخل تفرغ، او حتى لو انا بشحن غلال او حبوب وبصدرها. فهي المحطة طبعا بتاعت الصب الجاف والنظيف بتسمح بالتصدير او الاستيراد، يعني ممكن اخزن علشان اخد او اخزن عشان اصدر. طب دكتور حسن، ليه اسمها محطة الصب الجاف النظيف؟ ليه تم يعني توصيفها بالنظيف؟ علشان في بعض بضائع الصب بتكون يعني غير الغلال بقى، يعني النظيف معناها ان انا باخد الحاجات دي بتستهلك بعد كده في مجال الغذاء والحاجات دي كلها. فلا بد ان عمليه التداول والتخزين يكون بشكل نظيف وامن. في تخزين اخر لبضائع الصب بس ما بتكونش مستخدمه في مجال الغذاء بتاع الناس، فبالتالي ممكن انها تكون بيتداول فيها بعض.